أعلن الجهاز الوطني للإيرادات أن عدد الشركات والمؤسسات التجارية التي حصلت على شهادة التسجيل في القيمة المضافة حتى اليوم بلغ أكثر من 1700 شركة، منوها بالتجاوب الإيجابي من قبل تلك الشركات وحرصها الدائم على الاستفادة تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة. وأشار الجهاز إلى ضرورة تأكد المستهلكين من جودة شهادة التسجيل بل من وجودها في القيمة شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر بالمحلات التجارية التي تفرض القيمة المضافة المقررة 5%، وأن تتضمن الشهادة رقم السجل التجاري للمؤسسة وتاريخ التسجيل في القيمة المضافة، مؤكدا استعداده التام لتلقي أي أسئلة أو استفسارات تخص القيمة المضافة، إذ بلغ عدد المكالمات الهاتفية التي تم تلقيها من المستهلكين أو الشركات والمؤسسات التجارية حتى اليوم أكثر من 10,000 مكالمة التي تم التعامل معها بكفاءة وحرفية. ونوه الجهاز الوطني للإيرادات بمواصلة تقديم الدعم الكامل للتطبيق السليم للقيمة المضافة بجوانبها الفنية والإجرائية خاصة في هذه المرحلة الأولية، مجددا دعوة المستهلكين وقطاع الأعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة.